السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. تحدثنا في المحاضرتين الماضيتين عن موضوع اللي هو Ultimate Bearing Capacity، طبعاً لمين؟ للشالو فاونديشن. وحكينا عن مجموعة من النظريات اللي حكت عن هذا الموضوع. حكينا عن موضوع عن نظرية الداجي، هي بنقول عنها نظرية القصور لأنها لم تتعامل مع الإنكلينيشن فاكتور، لم تأخذ بعين الاعتبار الشكل المستطيل. مع ذلك هي أخذت مع ذلك هي شغلت على مجموعة من الأشكال اللي هي القواعد مثل السترب فاونديشن، بالإضافة إلى اللي هو السيركل أن سكوير، سيركل أن سكوير فاونديشن. بعد ذلك انتقلنا للمايرهوف بيرينج كاباسيتي إيكويشن، أو قلنا عنها جنرال بيرينج كاباسيتي إيكويشن، تعاملت مع كل حالات القواعد أو أشكال القواعد، سواء مستطيلة أو مربعة أو دائرية. وقلنا إنه هاي المايرهوف أصبحت هي الجنرال، لأنها أخذت بعين الاعتبار موضوع اللي هو الشيب فاكتور والدبس فاكتور والإنكلينيشن فاكتور. هاي هي مايرهوف. بعد ذلك قلنا، وكان هذا الموضوع في التحميل المركزي، يعني هذه القاعدتين شغلنا عليهم في التحميل المركزي أو السنتريك بيرينج السنتريك لود السنتريك لود. الآن انتقلنا في المحاضرة الماضية للإسنتريك لود، الإسنتريك لود، تمام؟ وتحدثنا عن إنه في نوعين من الإسنتريك لود. النوع الأول هو الوان واي سنتريسيتي، إنه يكون الإسنتريسيتي في اتجاه واحد، إما الاتجاه الطويل اللي هو اتجاه ألف، أو اتجاه القصير اللي هو اتجاه العرض، تمام؟ أهم في الموضوع الإسنتريسيتي نحسب الأريا، الإفكتيف أريا، المساحة الفعالة، المساحة الفعالة، ونعرف كيف نتعامل مع الفاكتورز. بعد ما نحسب المساحة الفعالة نحسب بي، لأنه الترم الأخير في مايرهوف اللي بيحكي 1/2 بي جاما أن جاما أف كيو أف جاما سي، عفوا أف جاما أس أف جاما ديبس أف جاما انكلينيشن. لاحظ انه في الترم اللي هو في بي. طيب هاي البي لما يكون في عندي سنتريسيتي مين اخذها؟ هل اخذها اللي هي بي كما هي، واخذها البي داش اللي انا معدلها البي داش؟ طب هذه انه ايش هم ايش البي داش؟ البي داش اتفقنا انه هي الاتجاه القصير. لو كان البي هي الاتجاه القصير وصار فيها سنتريسيتي، والال صار فيها سنتريسيتي، ممكن الال تصير هي الاتجاه القصير، الال داش هي تصير بي، تمام؟ اذا قلنا انه البي بدنا نهتم تاخذ اللي هي الاتجاه القصير او البعد الاقصر، البعد الاقصر، تمام؟ بدنا نعرف بعد ذلك كيف نتعامل مع اللي هو الدبث فاكتور والشيب فاكتور. ايش دخل الدبث فاكتور؟ مالوش دعوه الدبث فاكتور. احنا حكينا هنا عشان ناكد انه الدبث فاكتور يا باشمهندس ما له دعوه، انت الدبث فاكتور هذا بتعامل مع ابعاد القاعده الحقيقيه، ما له دخل او داعي في موضوع اللي هو التحميل، هل هو التحميل وان واي سنتريسيتي او تو واي سنتريسيتي او حتى سنتريك لود. انا بهمني اللي هو عرض القاعده وطول القاعده بالارض في الدبث فاكتور، طبعا بالاضافه الى اللي هو قيمه مين الفريكشن انجل. طيب لو كان والله عندي الدبث فاكتور زي ما حكينا له قيمه، وعفوا طبعا قلنا انه لو كان عندي البي على الدبث على عمق الحفر دي اف على بي اكبر من واحد او اقل من واحد، بعد ذلك بننتقل الى الفاي اللي هي فريكشن انجل، اللي هي اكبر من صفر او هي تساوي صفر، تمام؟ طيب هذا في موضوع الدبس فاكتور. مين اللي بهتم فيه في موضوع اللي هو موضوع السنتريسيتي اللي هو الشيب فاكتور؟ لاحظ الشيب فاكتور يا باشمهندس انت حتصير تتعامل مع اللي هو البي داش الال داش، يعني البي المعدله بعد السنتريسيتي، الال المعدله بعد السنتريسيتي. وقلنا انه في ثلاث حالات للون واي سنتريسيتي، نتذكر مع بعض الثلاث حالات بتاعت الون واي سنتريسيتي. في احيانا بكون عندي كيو مينيمم لها قيمه وكيو ماكسيمم لها قيمه، تمام؟ طيب الحاله الثانيه انه كيو مينيمم بدها تساوي صفر وكيو ماكسيمم لها قيمه، تمام؟ الحاله الثالثه انه الكيو مينيمم سالبه والكيو ماكسيمم لها قيمه. في هاي الحاله لا بدي اشتغل اكثر، لانه بديش اخلي كيو مينيمم سالبه، بدي اخلي كيو مينيمم صفر، لانه
السويل ما بتحمل تنشن فور تنشن لود، ما بتحمل اللي هو احمال اللي هو التنشن، تمام. طيب عرفنا نتعامل مع كل حاله من الوان وين اسنتريسيتي. اليوم ان شاء الله بدنا نتعرف على اربع حالات في التو واي اسنتريسيتي، في اربع حالات التو واي اسنتريسيتي، وكيف بدي اتعامل مع كل حاله. بدي اتعامل مع كل حاله. لاحظ هنا بحكي لي يعني التو واي اسنتريسيتي ممكن نوضحه بهاي الطريقه، هاي اللي هو الرسمه. انا عندي قاعده عرضها بي، عرضها بي زي ما انت شايف، وارتفاع وطولها ال. يعني احنا ماخذين هنا بلين افقي عرضها بي طولها ال. لاحظ انه التحميل هنا، هاي التحميل لو انت شايفه او هذا العمود، والتحميل في هاي الحاله بعيد عن بي بمقدار اي بي، وبعيد عن بعيد عن السنتر في اتجاه ال بمقدار اي ال. يعني هو بعيد عن السنتر في اتجاه بي بمقدار اي بي، وبعيد عن ال وبعيد عن السنتر في اتجاه ال بمقدار اي ال. يعني هو بهاي الطريقه، تمام. طيب الكيو التيميت، طبعا الكيو التيميت يا باشمهندس زي ما حكينا احنا بنحكي عن ال اللي هو الجنرال بيرنج كاباسيتي ايكويشن، ماير هوف بيرنج كاباسيتي ايكويشن، كي ان سي، اف سي اس، اف سي دي، اف سي اي، تمام. ثم كيو ان كيو، اف كيو اس، اف كيو دي، اف كيو اي، ثم 1 هاف جاما بي داش ان جاما ان جاما اس ان جاما دي ان جاما انكلينيشن. طيب هنا في الترم الاخير لاحظ انه احنا بدنا نتعامل مع بي داش، وبي داش حكينا هي الاتجاه الاقصر في اللي هو هاي الحاله. طيب بالنسبه للفاكتور، لاحظ اف سي اس واف كيو اس واف جاما اس، هذول هم تعيين اللي هو الكوهيجن، تعيين الكوهيجن، تمام. طيب بعد ذلك اللي هو اف سي، عفوا تعيين الشيب فاكتور، الشيب فاكتور، وهذول مهمين جدا في موضوع الاسنتريسيتي، لانه الشيب تغير وبالتالي الفاكتور بتاع يعني القيم اللي بنجيب منها الشيب فاكتور هذه اكيد تغيرت ولها قيم جديده. اف سي دي، اف كيو دي، اف جاما دي، هاي برضه اللي هو لها علاقه بالديبث فاكتور، ما لهاش علاقه بالاسنتريسيتي زي ما حكينا، هي لها علاقه باللي هو شكل القاعده، عفوا الديبث تاع القاعده الحقيقي، او شكل القاعده مع الديبث، ابعاد القاعده مع الديبث. الاف سي انكلينيشن، اف كيو انكلينيشن، اف جاما انكلينيشن، ما لها دعوه في الاسنتريسيتي، لها موضوعها له دخل في اللي هو الحمل، الحمل ماله المائل، الحمل المائل. نجي ل اللي هو الكيس بتاعت التو اسنتريسيتي. الكيس الاولى يا باشمهندس انه يكون والله عندي البعد عن المركز في اتجاه بي على البي اكبر او يساوي السدس، تمام، والبعد عن المركز في اتجاه ال على ال اكبر او يساوي السدس. لاحظ هنا هي عندي اي بي اي ال، الاي بي على البي بدها تكون ايش تساوي اكبر من السدس، والاي ال على ال تكون اكبر من السدس. في هاي الحاله الاريا لها قيمه، الاريا لها قيمه زي ما احنا شايفين تساوي نص بي داش ال داش. بي داش هي ايش تساوي؟ بي داش تساوي بي ناقص اللي هو الاي بي، بي ناقص الاي، لا عفوا حنشوف ايش بتساوي. الاريا تساوي نص بي داش ال داش اللي هو مساحة المثلث اللي صار هو يشتغل تحت تأثير الضغط الموجب، تمام. هذا هو مساحة المثلث. طيب كيف بدنا نجيب مساحة المثلث؟ بقول لي بدك تجيب بي داش وال داش. بي داش تساوي واحد ونص ناقص ثلاثة للسنتريسيتي في اتجاه العرض على العرض، تمام. طيب ال داش تساوي ال في واحد ونص ناقص ثلاثة للسنتريسيتي في الطول على الطول، تمام؟ طيب نشوف هالحين بس نقول له إذا جبنا بي داش وال داش، صح؟ احنا جبنا بي داش وال داش. قبل ما ننتقل للكيس الثانية مهم جدا نحدد مين الطول ومين العرض. الطول هنا، الطول هنا هو اللارجست اوف بي داش وال داش، الأكبر من بي داش وال داش، يعني العرض هو الأقل من بي داش وال داش. هذه بالنسبة للكيس الأولى. طيب نجي للكيس الثاني. طبعا في الكيس الاولى يا باشمهندس انت محتاج بس اللي هو تحسب الاريا، هاي جبت الاريا، ومحتاج يا باشمهندس برضه تشوف مين بي، مين بي عشان تشتغل على اللي هو جنرال بيرنج كاباسيتي ايكويشن، تمام. طبعا وبي وال بنستخدمهم في اللي هو ايجاد الشيب فاكتور. طيب الكيس الثاني والله انه الاي ال هاي اكبر من سدس لكن اقل من اللي هو نص، اكبر من سدس واقل من نص.
لاحظ هنا الاي بي على بي اكبر من سدس تمام، هنا الاي بي على الاي ال على ال اقل من سدس. طب لو كانت اقل من سدس، اقل من سدس، اقل من سدس ما لها يعني مواضيع انه نشتغل عليها اكسنتريسيتي 1 وي اكسنتريسيتي 2 وي اكسنتريسيتي، مش مستاهله قيمه اللي هو الاقل من السدس تمام. لو جينا هنا للاي ال على ال اقل من اكبر من سدس واقل من نص تمام، والاي بي على بي، الاي بي على بي يا باشمهندس هي اقل من السدس، اقل من السدس تمام. نلاحظ هنا الاي ال على ال اقل من اكبر من سدس اقل من نص، الاي بي على بي اكبر اقل من سدس. في هاي الحاله يا باشمهندس بقول لي المساحه الفعاله زي ما انت شايف، هاي المساحه الفعاله، المساحه الفعاله اللي هي زي ما احنا شايفين كل هذه مساحه فعاله، شايفينها هاي مساحه فعاله اللي هي اللي هو شبه المنحرف، شبه المنحرف تمام، شبه المنحرف مساحته، مساحته اللي هو العرض في مجموع القاعدتين على 2، مجموع القاعدتين على 2، البي مضروبه في ال1 زائد ال2 على 2 يعني نص ال1 زائد ال2 في اللي هو البي زي ما احنا شايفين، نص ال1 زائد ال2 في البي. في هاي الحالة يا باشمهندس أنا بدي أجيب ال1 وال2 أنا عشان أجيب الأريا، بدي أجيب ال1 وال2، من وين أجيب ال1 وال2؟ سهل علي الموضوع وقال لي والله في اللي هو فيجر 627، 627 هذا بيهتم أنت من خلاله بتجيب اللي هو ال1 على ال وال2 على ال، وبالتالي اللي هو بتجيب ال1 وال2. بعدين حكالي بدك تنتبه انه ال هنا الكبيره هي ال داش، ال داش هي ال الكبيره من ال1 وال2، وهنا بنشوف اللي هو فيجر 627، 627 هي ال2 ال1 هي العرض الاكسنتريستي في قيمه في اي بي وقيمه في اي ال. لاحظ القيمه في الاي بي اكبر من سدس، القيمه في الاي ال والله اكبر من سدس لكن اقل من نص، اقل من نص. طيب يعني لاحظ هنا بدي اجيب ال1 وال2، مهم ضروري عشان مهم جدا اجيب مين الان؟ الاي بي على بي والاي ال على ال، بنعد في الفيجر من عن طريق اللي هو الاي ال على ال، لو مفترض انه انا عندي الاي ال على ال والله بونت 2، الاي ال على ال بونت 2، احنا عملنا خط هنا هي الاي ال على اللي هو ال ال، الاي ال على ال بونت 2، بعد ذلك بنقول والله في هنا الخط المتقطع، لاحظ القيم على يمين الخط المتقطع هي نفس القيم على الشمال اللي هو الخط المتقطع، وبالتالي انت بتشتغل اللي هو من الجهه اليمين بتجيب ال1 على ال، من الجهه اليسار بتجيب ال2 على ال، بدك تنتبه كيف تدرس او تقرا اللي هو الفيجر. طيب هي الخط المتقطع لو انا فرضت انه الاي بي على بي بتساوي مثلا 0.08، هي 0.08 تمام؟ وين بتتقاطع البونت 08 مع اللي هو الخط؟ لاحظ هنا بتنزل بهذا الخط بيطلع عندك اللي هو ال2 على ال بتساوي بونت 87 تمام؟ طيب لو اجينا هنا لاي ال على ال بونت 2 واي بي على بي برضه بونت 08، هنا لاحظ بتطلع معي بونت 3، بونت 3. طبعا هذا الفيجر في الكيس اللي بعده، وبالتالي احنا من الفيجر هذا بنقدر نجيب ال1 وال2 بدلاله اي بي على بي واي ال على ال، بدنا ننتبه انه الفيجر برضه مقسم لقسمين، قيمه اكبر قيم من خلالها بنجيب ال1 على ال وقيم من خلالها بنجيب ال2 على ال. بالنسبه طبعا هذه قيم اي بي على بي، احنا بنحكي عن قيم اي بي على بي. نجي الان للكيس 3، كيس 3 والله بقول لي الاي ال على ال يا باشمهندس اقل من سدس، اقل من سدس، والاي بي على بي اقل من سدس واكبر من نص، عفوا اكبر من سدس واقل من نص. لاحظ هنا الاي ال على ال اقل من سدس، الاي بي على بي اقل من سدس واكبر اكبر من سدس واقل من نص، نفس الشيء اي ال على ال اقل من سدس، اي بي على بي اكبر من سدس واقل من نص. طيب في هاي الحاله والله باشمهندس مطلوب منك تجيب الاريا وتعرف مين بي ومين الفا. طيب الاريا هنا، الاريا باشمهندس تساوي مساحة شبه المنحرف اللي قدامي بي 1 زائد بي 2 على 2 مضروبة في مين؟ في ال. لاحظ ال ما تغيرت، ما تغيرت. من وين بدي اجيب بي 1 وبي 2؟ والله بجيب بي 1 وبي 2 من اللي هو فيجر 628 زي ما احنا هنا قلنا لك، هاي لحالة ثانية. لاحظ عندي بي 1 بي 2 وهي عندي ال، عندي اي بي وعندي اي ال،
الاي على ال اقل من سدس، الاي بي على بي اكبر من سدس واقل من نص. بدنا نجيب البي 2 والبي 1، كيف بدنا نجيبهم؟ والله بدلاله الاي بي على بي، لاحظ بدلاله الاي بي على بي والاي ال على ال. في الفيجر برضو في قسمين، في الخط المقطع يعني مقسم الفيجر لقسمين، قسم اللي هو من خلاله بنجيب البي 1 على بي، وقسم من خلاله بنجيب بي 2 على بي، وبنرجع وبنقوم نكمل زي كانه بعد ما نجيب بي 1 وبي 2 بنكمل على انه اللي هو الحاله اصبحت عاديه بنتعامل معها بماير هوف ايكويشن. نجي للكيس 4، وهي الكيس المحببه لانه هي ما فيها اسنتريسيتي كبيره في ال ولا اسنتريسيتي كبيره في بي، يعني الاسنتريسيتي في البي وفي ال بتكون قليله. تمام، طيب بقول لي الاي ال على ال اقل من سدس والاي بي على بي اقل من سدس. تمام، طيب بدي اجيب الان اللي هو مساحه هذا الشكل، لاحظ العرض بي والطول ال، بدي اجيب اللي هو بي 2 وال 2، بي 2 وال 2. لو اجيت هنا احسب المساحه قبل ما نشوف ايش بي 2 وال 2، بنقول له بي في ال 2 زائد عفوا بي في ال 2 زائد، صح، هاي بي في ال 2، جبنا المساحه هاي، جبنا هاي المساحه. تمام، نجيب هاي المساحه بي زائد بي 2 على 2 مضروبه في ال ناقص ال 2، في ال ناقص اللي هو ال 2، هذه اللي هو المساحه. الان يا باشمهندسين بدنا نتعامل منها نجيب اللي هو بي 2 وبي 2 وال 2، صح، بدنا نجيب بي 2 وال 2. لاحظ في هذا الفيجر في انت بدك تتعامل بس بقيمة اي بي على بي، بس بدك تدخل باي بي على بي، شايف هاي القيمة بس هي بدك تدخل فيها. تمام، او تمشي. والله الخطوط اللي طالعة هاي السلوب تاعها بكون بوزيتيف. تمام، اللي طالعة هاي بكون من خلالها انا بقدر بجيب مين؟ بي 2 على بي. تمام، والخطوط اللي نازلة نزول هاي من خلالها بنجيب مين؟ ال 2 على ال، ال 2 على ال. تمام، يعني الخط اللي طالع بنجيب من خلاله بي 2 على بي، بنمد اي بي على بي ونقاطع مع الخط اللي طالع، بننزل الخط بنقول له هذه بي 2 على بي. نشوف مثال بالارقام، لو كان انا عندي والله الاي بي على بي بونت او 5، هاي بونت او 5، تمام، هاي البونت او 5. طيب وانا قلت لك يا باشمهندس والله عندي الاي ال على ال بونت او 8، تمام، تيجي هنا وين بتتقاطع البونت او 5 مع البونت او 8 هي، تمام، هنا بننزل اللي هو هنا خط، بننزل خط طلع عندي بونت 1.6 مثلا، بونت 1.5، بونت 1.6. تمام، طيب نفس الطريقة بدي اجيب ال هذه بي 2 على 2 على بي، طب بدنا نجيب ال 2 على ال، والله بنمد نفس الخط تاع الاي بي على بي وبنشوف وين الاي ال على ال البونت او 8 اللي نازله، البونت او 8 اللي نازله. لاحظ معي هنا بدك شوي تكون دقيق، هي اللي هي قيمة الاي ال على ال اللي نازله، بتنزل هنا بتساوي عندي بونت 4 بونت 5.1، بونت 5.1 مثلا. تمام، هيك بنكون تعاملنا مع الفيجر 6 29. نيجي الان لمثال بسيط، هو سؤال في اسئله الكتاب بشالو فاونديشن شون الفيجر، هو هذا 6.25 متر 1.5 متر في 2.25 متر، يعني البي 1.5 ال 2.25. And the subject is to centric load and moment. هو في centric load ومومنت. السنتريك لود بيعمل سنتريك لود، المومنت عمل عنده السنتريك في البي والسنتريك في ال، السنتريك في البي كانت بونت 1.2. تمام، طيب انا عندي شالو فاونديشن طولها عرضها بطولها 1.5 2.25، هي محمله بلود ومحمله بمومنت، المومنت خلق عندي اللي هو اي بي بمقدار السنتريسيتي في اتجاه البي بمقدار بونت 1.2، السنتريسيتي في اتجاه ال بمقدار بونت 3.6، and the depth of the foundation is 0.8 متر. لاحظ ان هو الدبث الدي اف هاي بتساوي 0.8. ايش بده؟ determine the allowable load، determine the allowable load، لاحظ determine the allowable load the foundation can carry yield factor of safety for soil we are told that unit weight جرام تساوي 17 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، الفريكشن انجل بتساوي 35، كوهيجن تساوي 0،
لاحظ الكويجن تساوي صفر. هذا التير هذه الكلمه بس اعطتني ايش انطباع على انه التير من الاول كله طار من ايش من ماير هوف ايكويشن. ايش بده بقول لي انا حملت قاعده هذا تحميلها نتج انتج عندي السنتريسيتي في اتجاه العرض 12 سنتي والسنتريسيتي في اتجاه الطول 36 سنتي تمام. طيب بقول لي عمق القاعدة هذه 80 سنتي وأعطاني اللي هو شوية شغلات للتربة. بقول لي استخدم فاكتور اوف سيفتي 4 عشان تجيب لي الحمل. هل قديش أنا أحط هنا حمل طيب يا باشمهندس أول حاجة أنا عندي سنتريسيتي ولا ما عنديش سنتريسيتي؟ والله عندي 2 way سنتريسيتي تمام. وبالتالي بروح بجيب الاي بي على بي والاي ال على ال. ليش هي هيك في مسائل التو واي سنتريسيتي بنجيب اي بي على بي والاي ال على ال عشان نعرف احنا في اي حاله من التو واي سنتريسيتي. هاي هل في الحاله اللي التنتين اقل من سدس في الحاله اللي واحد اقل من سدس وواحد اكبر من سدس واقل من نص ولا في الحاله اللي هو التنتين اكبر من سدس لاحظ عندي هنا بونت 1.2 هاي على 1.5 طلعت اللي هي بونت او ايه. لاحظ هي اقل من سدس تمام. طيب الثانية قال لي بونت 3.6 على 2.5 برضو طلعت اقل من سدس. طبعا بالمناسبة 1/6 بيساوي بونت 1.67 تمام. فروم فيجر 6.29 ليش رحنا على 6.29؟ لانه هو تاع الحالة الرابعة اللي بيكون فيها اثنين اقل من سدس فروم فيجر 6.29 قال لي ايش بده. طبعا الاي ال على ال لاحظ عندي الاي بي على بي بونت او ايه والاي ال على ال بونت 1.6 بده مين؟ بده بي 2 على بده بي 2 على بي وال 2 على ال عشان نجيب بي 2 وال 2. نجي هنا على بونت او 8 هي بونت او 8 والله. طيب بدي لما بتكون طالعه لاحظ نشوف هنا بي 2 على بي بونت 3.8 من الفيجر قال لي انه بي 2 على بي بيساوي بونت 3.8 وال 2 على ال بيساوي بونت 4.2. منها بنقدر نجيب مين؟ بي 2 وال 2. كيف نضرب اللي هو القيم اللي طلعت معي في بي بتعطيني بي 2، القيمه اللي طلعت معي هنا في ال بتعطيني ال 2. لاحظ هي بي 2 بونت 57 وال 2 تساوي بونت 945. نجي الان للاريا. الاريا زي ما حكينا هنا من الشكل ال2 في البي وهي اللي عمله هنا ال2 في البي زائد نص والله اللي هو بكم عندي مساحه شبه المنحرف بي و بي زائد بي 2 على 2 في ال ناقص ال2 ومنه الاريا طلع 2.77 متر مربع. نجي الان للبي داش. بي داش تساوي الاي داش على الال. ليش انا بجيب البي داش والال داش؟ عشان اعرف مين احط هنا بي داش بي واتعامل مع مين؟ مع اللي هو الشيب فاكتورز تمام. البي داش طلعت 1.09 والال داش طلعت 2.25 طيب نجي الان كيو التيمت تساوي كيو اند كيو اف كيو اس اف كيو دي اف كيو انكلينيشن. طيب بالاضافه بونت 5 بي جاما ان جاما اف جاما شيب اف جاما ديبث اف جاما انكلينيشن. الترم الاول انا لغيته ليش؟ لانه الكويجن عندي تساوي صفر. لاحظ من تيبل 6.2 قال لي الزاويه 35 من تيبل 6.2 جاب ان سي وان كيو ان جاما. ان سي مش ضروري تجيبها. بعد ذلك حسب الكيو اللي هي عباره عن ايش؟ دي في جاما في دي تمام. جاما في دي طلعت 13.6. بعد ذلك انتقل لتيبل 6.3 طبعا بتلاحظ انه اف سي اس واف سي دي واف سي انكلينيشن مش ضروري ما تجيبهمش تمام. بسهلوا وسرعوا وقت بوفروا وقت في موضوع اللي هو الحل تمام. لاحظ جاب مني راح جاب هنا الشيب فاكتور اف كيو اس
طلعت عنده 1.34 استخدم مين؟ البي داش والال داش، البي داش والال داش. لاحظ كمان استخدم اللي هو راح جاب برضو الاف جاما اس، برضو استخدم بي داش وال داش. بعد ذلك انتقل لمين؟ للدبس فاكتور، وقال لي بي ناقص بي داش، بدك تستخدم البي مش البي داش. لاحظ الدبس فاكتور، الدبس على البي بتساوي 0.5 والفاي اكبر من صفر، احنا بنتعامل مع هاي الحاله تمام. جاب الدبس فاكتور للكيو طلع 1.27، والدبس فاكتور للجاما بتساوي 1، كل الانكلينيشن فاكتور الانكلينيشن عفوا بتساوي 1 تمام. راح طبق في المعادله، جاب لي الكيو التيمت بتساوي 1130 كيلو نيوتن لكل متر مربع تمام. طيب جيب لي الكيو التيمت، هذا الكيو التيمت انا بقول لي في السؤال في المثال يا باشمهندس ديترماين ذا الاوبل لود. لما يقول لي ديترماين ذا الاوبل لود بروح بجيب الكيو الاوبل عشان اجيب منها الاوبل لود تمام. الاوبل الكيو الاوبل يساوي الكيو التيمت على 4 ويساوي 283 كيلو نيوتن. هلا اللود الاوبل بيساوي الكيو الاوبل في الافكتيف ويساوي 783 كيلو نيوتن. انا بقدر اتحمل هذا العمود بمقدار 783 كيلو نيوتن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.